هذو شبه المؤثرين اللي يقولوا احنا مؤثرين، واحنا في الحقيقه يعني في القاموس الجزائري نعتبروهم مفسدين لانه ما يجيبوا حتى حاجه للمجتمع. المؤثر هو الانسان اللي يؤثر في المجتمع بطريقه ايجابيه. مثلا انسان كما نقولوا احنا اشتنا بعض المؤثرين يديروا بورتاج في الارياف، يعني يوروا يعني الناس كيفاش عايشين، يروحوا للصحراء يوروا يعني يعرفوا بلادهم، يعني كما يقولوا التقاليد تاع البلاد، تاريخ تاع البلاد. ولكن هذو تاع التيك توك اللي يشطحوا في تيك توك وكحنا مؤثرين، هذو في الحقيقه يعني كون كاين قانون في الجزائر في الحقيقه هذو يعني تنزع عليهم الجنسيه الجزائريه، لان الجزائر دوله محافظه مسلمه، هذو ما يقدروش هما يعيشوا في الجزائر. ولكن يعني الوقت هذا رانا كما يقولوا احنا من هب من دب يجي هكذا. حنا ثاني وخاصه الناس اللي يابونيهم ويكونوا معاهم كما يقولوا يابوني ويدير له جام ويدير له كذا ويدير له كذا، انت راك تدعم في الفساد. معناتها انت الانسان هذا قد ما تدير له ما تسبه راه يطلع. تسمى انت الفو كما يقول الانسان هذا تقاطعه، جوز عليه ما الاخر. حتى يعني ثاني كما نقولوا احنا لازم دوله يعني ميدان السمع البصري لازم يديروا قوانين. هاد الناس هذو يجوزوا للقضاء يقطعوا لهم هذو الاخر نتاعهم، هذو ما يخلوهمش يعني يشرف في الفساد هذا تاع كما نقولوا احنا. حبوا يخلقوا لنا يعني فئه في المجتمع الجزائري ماهيش كاع ماهو جزائري يعني بالصفه يعني تاع التربيه والاخلاق تاعهم، ممكن زايد هنا بصح هو يعني لا. على هذا الشيء انا كما نقولوا نطلبوا يعني من الشباب وخاصه الشباب انه يعرضوا هذ الناس هذو وما كونيكتيو معاهم ما يديروا مجمع حتى حاجه. راك حاب تتنقل بكل امان واريحيه وين ما حبيت وقت ما حبيت؟ يا طير سيرفيس ما راحش تلقى خير منها. واش راك تستنى؟ طلع الابليكاسيون وسجل نفسك بطريقه سهله. اكتب الاسم واللقب، الايميل، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، الجنس ذكر ولا انثى. يلحقك SMS في الرقم اللي سجلت به. دخل الارقام الموجوده في SMS وابدا اول رحله تاعك معنا واغتنم التخفيضات اللي توصل لحتى 50%. معايا طير قاع نطيرو. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.